اهلا وسهلا، مرحبا بك. شنو رايك في استمرار غلق دار الخدمات واستمرار غلق دار التليكوم رغم المرحله المتقدمه اللي خذتها الاجراءات؟ والله نحبوا نعرفوا علاش طولت الحكايه هذه وعلاش ولات فاهم ممكن خذتها بعد اخرى، وكل النتيجه ما فما حتى شيء، والتعب المواطني ولا موجود برشا بكثره، شياب كبار صغار ما هكذا يعني يمشيوا للكنام، يمشيوا للحمام سوسه للكنام، علاش في القلعه هنا لا وقت حتى كي تغزر للتعداد تاع السكان نتاع البلاد، يعني حمام سوسه ما تجيش العشر نتاع القلعه الكبيره، يعملوا معناها اللوكال غادي في حمام سوسه ويتعبوا المواطن هنا يقعد في الشهيليه يلوج على تاكسي وعلى شكون يهزه، ولا واحد ما يمشيش يخدم يهز حد ماشي وسط شيء والغادي باش يقضي على امور باش يقضي ورقه بسيطه. علاش معناها تو نحبوا نعرفوا علاش طولت الحكايه هذه وعلاش ما حلوش مقر نتاع التليكوم لهنايا اللي هو مقر مرفق دار الخدمات هذه مرفق عام هذايا، اش بيه مش يتحل وعلاش نحبوا نعرفوا السبب اللي ممكن ما نعرفوش انا يا ولاد دخلت فيه السياسه يحبوا يركبوا على الاحداث باش تولي غدوه ناس تركب على الحدث هذا. يا اخويا اخدموا لنا احنا، اخدموا يا ناس، اخدموا المواطن بحقيقه من غير ما تركبوا على الاحداث. واخويا وشكرا وبارك الله فيكم. حابوا ناخذوا رايك في استمرار غلق دار الخدمات ودار التليكوم وبقيه يعني المواضيع الاخرى، الانتصاب الفوضوي، البناء الفوضوي، دور البلديه في القلعه الكبيره شنو كيفاش تقيمها في الاخر بكل؟ اعطينا رايك بدايه في دار الخدمات اللي ما زالت لحد الان مغلقه، شنو رايك؟ دور البلديه اصبح مفقود بعد ما سمي بالثوره، والناس تعاقبت على البلديات مؤقتا ووقتيا، ما همش قادرين يقوموا بالدور. المناطق عبدتهم وما عندهمش حتى مسؤوليات معناها تربطهم، لانهم الاغلبيه نتاعهم في وقت من الاوقات كانت المراقبه يوميه والمتابعه تكاد تكون معناها متواصله، ولكن اليوم معناها في انتظار الانتخابات البلديه القادمه ان شاء الله تكون في الموعد اللي تحدد نهائيا، الناس كل ترمي في الكره عند الاخر. دار الخدمات اللي هي مهمة ياسر وينتظرها القلعي مستمرار غرقة لحد الآن، دار التليكوم كيف؟ والله هذه مسؤولية السلطة المحلية الوقتية الموجودة اللي عاطينهم مسؤوليات في انتظار أن تقع انتخابات معناها رسمية ونهائية وتتحدد المسؤوليات. ما ثماش اجتهادات، ما ثماش مبادرات، هذا كله مسؤوليات القلعة الكبيرة والقلعة. المواطن يتحمل جزء من المسؤولية؟ المواطن يتحمل مسؤولية كبيرة 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 جدا، لأن القلعة الكبيرة تشوف فيهم على فوضى عارمة، معناها تقول معناها الانتصاب فوضوي، ما ثماش في ساعات الذروة في القلعة الكبيرة ما تلقاش حتى مكان معد للمترجلين ولا مكان، كل معناها المسالك المعدة للمترجلين معناها وقع استغلالها سواء بالانتصاب الفوضوي أو بالسيارات، فهمتوا اللي موجود على قارع على 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 على, على الماده هذيك، ما تلقاش حتى مكان. شوفنا عندك فوضى او عندك معناها وجه اخر معناها مزري جدا، فضيحه في وجه القلعه الكبار، الاوديه اللي تشق القلعه الكبيره شوفها تو تلقاها، الواد كان غرقوا 4 أمتار بالاوساخ وبالبلاستيك ولا 2 متر غرق فقط، وبرا شوفك المناظر الهائله، انا شيء 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 يوجع القلب، شيء يوجع القلب. والله مسخرة قلعة كبيرة أصبحت. المسؤولية؟ المسؤولية مسؤولية المسؤولين بدرجة معناها كبيرة، ومسؤولية المواطنين بدرجة أقل. نتصور أني. شنو الحلول؟ كيفاش ترى الحلول سي الحبيب؟ الحلول جاية انتخابات بلدية والقلاع الكبار يتحملوا مسؤولية باش يختاروا الرجل المناسب في المكان المناسب. ويختاروا الناس معناها يغيروا على البلاد هذه ويغيروا على المواطنين هذه ويحاولوا يحسنوا المستوى العيش نتاعهم. بل توفير الخدمات هذه وبالتنظيف وبإخلاء معناها المسالك المعدة للمترجلين وبتطبيق القانون.